أسبوعي قوم عايش ولدي فيقي عايش وليدي القهوة عندها بردت يا ولدي قوم يا هديد حليت توا الباب وقمت ما قلتلكش معاش السكر من داخل عشي يا ستار استر على الصباح محرش عينك صباح الخير يا عز صباح الخير عم البيجي شنو كدك بالنفس صباح الخير امي فضيله نهارك زي بيقي اسبوعي عامل فيك في القومينه من اللي صغير مشيح لي ريقي هاك ترى لو كان خوه يمشي للبير وما يلقاهش الدنيا تشنق قل لي ساعه انت وينك البارح يماك تعرف البارح ما وخميس خمسه وخميس وحاضر محمد وخايب ابليس اش باش نحكي لك يا امي فضيله الخاطر برشا والعبيد بالصف اعرف شطر العبيد قاعده تستنى البر اسمع وقت الفطور اخذت فروحك بحذايا عامله نواصل بالعصبان وقريت لك حسابك يعيشك يا امي فضيله ربي فضل لك سليمان وخويا السبوعي بالشفاء والهنا والله بقلب صافي ووافي زيد نعرفك القديده ناناتك راهي معيشتك على الشكشوك ليه عاد حرام عليكم يا فضيله تظلم نانا ساعه البارحه عملنا عشاء قنقو فقسنا عظمه في الشكشوكه متاع ولد البارح اسبوعي قم شي توا الحمد لله عليك يا حليت يا بابا مش منبه عليك ما تسكرش من داخل لو كان صارت لك حاجه وانت راقد يا امي مش تبني ما تسكرش على روحي البيت صبر يجيني نسرق ولا في خطيط النوم ابحت المقدم يبحت صباح الورد والياسمين صباح الخير عم نواوري حلوة ياسر القند اللي زبتاك اوه شنو هذا سما يا اخي شبيه الفرش طايح بيت في الهدود ولا شنو حكايتك ذيك تلقاه يحلم بروحه يعطي فتريح على السيق لا هذاك فرش مكسر عنده مده تو نفضل نصلحو شنو هو هذا خلي يا امي تنظم بيدي وحدي اوه يا امي فضيله الحل نتاع ولدك لازمك تعرس له بمراه امرا فكرونا والله كيما نقول لكم يا فضيله ولدك كبر تشوف سقيه كرش وهربوا بيه بالله ايش من عرس الطفل هكترا الفرش مكسر يرقد للتسعه انا نعرف شكون اللي تصلح بيه وتهني انا خممت الشجره الفوقانيه عايك بين الدار على كيف كيف ما عشيش عجنب الدار ربط برطمان شكي مازال محلق ويتكلم ويحكي ازرب اشرب قهوتك وبدل يا غلبه نهار نهارين وانا نبدل في الياستيك نتاع السروال وانت تقطع والله حليل نخليها هكا ولا عاد نخيط هيا تحرك لو كان يمشي خوك للبير وما يلقاكش نهار كي يشاومو تستيش تحب تستيش يحلي بالغولك الغبرة نجيبولك بيه مادام انتي حبيت انا شنحب يا ربي شنحب انا اي تصويرة ابن خلدون ابن خلدون تعالى فيني تي ليه يا سبعون متاع العشرة ليف مين قاعدة نجمل باش نشري بورتابل نسيت لانا تستنى في الخبز يلزمني يدبر العشاء ليف كي انت مغرومة ببدنك برع من الناتاسيون صارت يوني سيدي خويا لا لا مانيش هوني هاك تشوف البيرو فارغ قل لي سي شباب شبيك جاي مخر ولا تعطلت في السيركولاسيون بتاع الكلوار جاب ربي الاستوديو بتاعك مقابل الخدمه يا اخي صار سيدي خويا نعرف ان اليوم الصباح ما عندناش رونديفوات راهو بجاه ربي قل لي بجاه ربي عمرك شريت طبيب يخلط قبل الفرملي بتاعو هاي في السبيطار اسمع عيش خويا اسمع راني رالبون ما عادش نجم كلمتين خفاف شو نقولهم لك
يا تحط مخك في الخدمة يا حذك الباب. الله يهديك يا أمي، الله يهديك. فهالدبارة اللي قاعد تقاسي فيها، قال شنو خوك ما تخليش بطال. اش بيك تنوح سيدي؟ ما سيدي خويا تقاسي فيا باش تردني، راه نعرفك ما تحبنيش. شنو رجعنا للبعبوكة من أول جديد؟ باهي سامحني. ايش انت مخر وانا اقول لك سامحني لقيامتك بكري. باهي هكا سافا راضي. حلوه ماشي كيت بعبوك هرب هذيك الحقيقة المرة خطر انا وياك ماناش فرد بو وانتي ديما تقرب ويا النقص على خطر مانيش قاري كيفك. شنو سيدي خويا شنو الشنطاج اللي تعملي فيه؟ ماناش فرد بو وماكش قاري كيفي ها؟ ما يزيش نخدم فيك كاريلك استوديو لاصق لداري ومقابل خدمتك نكسي فيك من كرشك حتى لطرات صوابعك ماكل شارب حوايجك مغسولة كل راس الشهر شريتك صبالك على كمرلين في اللي خارج سكني تريب تولي ملاك وانا ما زلت كاري تحت رحمة الله جنات وباقي مقصر في حقك وزيد اللي امي حاكم عليا كل عيد ميلادك نعمل لك خمسة كاتو ونهدي لك كادو مش قاهر ودمار هذا على ذكر نقاش عندك 10,000 تسبق راس العام الجاي على انا 10,000 تتكلم اللي باش نحيهم لك من شريتك على الروتار اللي عملته تيش فما يا اخي دي اول مره راه نجي روتار تقصد اول روتار تعملوا اليوم يا ودي بسبيك على جرد 10,000 باش تعملنا قضيه بو مانيش عطيك فلوس بوان بار وبرا بشد بيروك لا جي باسيون ما يلقاكش فيسك تو يجيب باسيون ايه ريت ربي ريت ربي هالهم هذا هالهم اللي وحلت فيه قال لك نحط فلوسك في كرني الدخان ما عشتيش يا خويا لا حاشي لا فيلا لا بدار يا خويا نحب نصرف نحب نعيش ما دامني صغير هكا وشباب وربي يعطيني القبول يعجبكش زادة هاكا طريت عزة عزة حل عندي ما نحكي لك يا عزة بشوية رجعتي حتى الدنيا بالدقان وين خرجت انت؟ خرجت من الشباك وتزرزحت من الميزاب وجيت مدروش فيسا اش تحب؟ ايوا جبت الكادو تيجيش تسمعوا انا جيت باش نسالك على الكادو ال 10,000 اللي باش نهديها لك اش بيها زاده؟ عمي تعرف الطايب تاعها بعد من قدامي حسة تشبيك تغششت حسة تشبيك تغششت تفضل لك معاك أنا بعد ما تكمل الخدمة نجيب نهدي لك 10,000 أمي لك تهدي لي الكادو وقتها أحكي معايا وتوقع نحي يدك خليني نسكر البيت باهي ملكي ما تفهمنا بعد الكادو تتعدى للستوديو عندي 70 غبرة أنا ما نصدق إلا ما نعلق وش خص وش خص عندي سلام سلام تفضل سامحوني بربي اللوج على دار جنات العرافة اي تفضل اقعد انا نخدم معها نمشي نشوف المرأة خرجتش تفضل يمشي ها تحرك ادخل قاعدة غادي يجي هنا بحذايا يجي اخويا ما هو لاباس انت لا لا لاباس مش قلت لك قعد ساكته هاوك الراجل تقلب بس بسلامة بسلامة خويا هاي تفضل تشبيت حتى هكاك فما شيء ويتعدى كيكا مثل القاعدة تمشي المرأة تستنى فين تحرك سمحنا خويا شو سجلتي خويا وزنك وزني وزني شبيها وزني لا بكلمك في وزنك تعيش كلام فيه في وزنه ما قولها له طول في وجهه تو هكا توا مش شبعت عليك متي ناس مره ما عادش تهجم عليا في طبق الكونسلتاسيون سيدي خويا شنو
شنو شنو طب هذه حكايه تحكيها لي؟ هذه حكايه تحكيها لي؟ اسمع انت يلزمني نعدي عليك يضر لي رواشك نتاعك ماهوش معدلي اخرج عليا اخرج بربي سامحني في الازعاج ماشي من شكون تطلعش الا Ha ha ha.